السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة الميثاق الوطني ونقرأ منها مقالا للكاتب عمر الحلبوسي بعنوان العراق والمنعطف الاقتصادي والمالي الصعب. لم يعد يخفى على أحد أن العراق يمر بمنعطف مالي واقتصادي صعب جدا من جراء تراكم المشكلات الكبيرة التي تولدت من غياب الرؤية الاقتصادية ووأد السياسة النقدية واضمحلال السياسة المالية بسبب الاحتلال الاقتصادي الذي تعرض له العراق وحوله إلى بؤرة للاقتصاد الأسود الذي كونت منه الأحزاب والميليشيات إمبراطوريات مالية واستثمارية مرعبة وضعت العراق على قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، هذا فضلا عن تحويل العراق إلى بؤرة لغسل أموال وتمويل الإرهاب من جراء الغزو الذي تعرض له الجانب المصرفي العراقي. يضاف إلى ذلك تملك الدول مجموعة من المصارف وهي بالمجمل دكاكين ارتزاق تدعي العمل المصرفي أسهمت جميعها في غسل الأموال. إن الواقع المالي العراقي خطير جدا، ليس بسبب العقوبات الأمريكية فقط بل لعدم ثقة المواطن العراقي بالمصارف وابتعادهم عن التعامل معها، مما جعل الكتلة النقدية لدى البنك المركزي والمصارف محدودة جدا ولا تفي بتحقيق بنود الموازنة العامة، وهو ما جعل وزارة المالية العراقية تتأخر في نشر تعليمات تنفيذ الموازنة بسبب نقص حاد في الدينار العراقي وسط توجه وقرار حكومي وتوجه البنك المركزي لطبع عملات جديدة سوف تحدث كارثة مالية جراء انهيار سوف يحدث في قيمة الدينار العراقي الذي انتهك بشكل كبير من قبل تجار العملة المتمثلين بالدكاكين المصرفية والصرافات، علماً أن أحد المصارف التي صدرت بحقه عقوبات أمريكية هو مملوك لعائلة محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق المتهم بقضايا فساد وتدمير للقطاع المصرفي والذي يعد من أهم أدوات المالك في تدمير السلطة النقدية، والشواهد بذلك كثيرة. إلى مجلة الجاردينيا ومقال الكاتب ضرغام الدباغ بعنوان القضية العراقية في شبكة العلاقات الدولية. يتداخل الموضوع العراقي في جداول عمل دول كبرى وغير كبرى، وتكاد القوى الكبرى تتفق أن العراق بما يمثله من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري يمثل بيضة القبان في توازنات الشرق الأوسط، وهذه الحقيقة إذا وافقنا عليها فهذا يعني أن العراق سيمثل الفقرة الرئيسة في جدول الشرق الأوسط ومناقشاته وخططه الحالية والمستقبلية. أضاف الكاتب الغرب ينظر للعراق نظرة ارتياب وشك حتى في العهد الملكي وحتى بعد قيام حلف بغداد، وبعد أكثر من 20 عاماً على الاحتلال الثلاثي الأمريكي الصهيوني الإيراني اتضحت خيوط كثيرة، من تلك أن الولايات المتحدة على الرغم من متانة صلاتها بالكيان الصهيوني إلا أنها لم تبلغ درجة أن يقاتلوا بقواتهم المسلحة، وإنما فعلت ذلك من أجل إيران وأدت الإيرانيين ثمار الفوز على طبق من ذهب كما يقول الكاتب. العالم الخارجي وشبكة العلاقات الدولية تدرك أن السيطرة على الشرق الأوسط إنما يتحقق عن طريق دعم الكيان الصهيوني والنظام الإيراني. هذا هو السبيل بإبقاء هذه الأفران موقدة لتلتهم خيرات هذه البلدان وهي ليست كثيرة، وليبقى صوتها منخفضاً ناعماً لا يطرح الحلول الحاسمة والجدية. لا توجد مشاريع طويلة الأمد لأن لا أحد يضمن الغد وتطوراته. الشعوب تريد أفقاً لمشكلاتها السياسية وهي كثيرة، وحلولاً لمشكلات ثقافية وهي أكثر، وحلولاً للمشكلات الاقتصادية وهي الأكبر.
والمشكلات لا تحل بالتهجير والاجتثاث والتجريف والسجون السرية وتصفيات، ولكن ستبرز مشكلات طابعها اقتصادي اجتماعي ثقافي، وهذه لا تحلها الشفلات والبلدوزرات. العالم يتغير وحاجات الناس تتطور، ويكمن النجاح في فهم كنهة التطورات الدولية وبروز قوى عالمية جديدة. هناك علاقات دولية جديدة هي مطلب الشعوب. نعم، هناك مقاومة ضارية من الغرب والولايات المتحدة، ولكن ما بدأ سوف لن ينتهي، بل ستواصل، وما استحق الأفول سيأفل. ومن هنا أركز على أن حجم الدخل الأجنبي في وطننا العراقي والعربي سوف تحكم نهاياتها بفعل حكم الحركة المادية للتاريخ، وهذه ليست دعوة للاسترخاء بل للانتباه بدقة شديدة. نقرأ مشاهدينا الكرام أيضا مقالا بعنوان 100 عام والغاز العراقي يحرق هباء للكاتب رشيد الخير. ستحل بعد 4 سنوات مئوية إقامة أولى مصفاة نفط عراقية، ومنذ ذلك التاريخ عام 27 و900 ألف وشعل غازات الآبار والمصافي كافة لم تطفأ ليلا أو نهارا تضيء الفضاء حتى يومنا هذا. أوجب قول ذلك ما عيشه العراق راهنا من أزمة الغاز السائل الشديدة، ومع وجوده بغزارة يستورد من الجوار فيجري التحكم، ولهذا التحكم خط أحمر أيضا. أضاف الكاتب: لست اقتصاديا لكنني شاهد عيان على إحراق الغاز. كنا ومنذ الطفولة إذا ولينا وجوهنا جنوبا نرى من فوق أطراف الهور شعلة عرفت بنار الشعابة. كنا قبل شيوع الكهرباء نعتقد أنها مصباح عملاق يسرج ليلة، وما كنا نعلم أنها محرقة الغاز النفيس عالمية تهب الأرض من رحمها نعمة لا نقمة لتأكله النار. سماه المختصون بالغاز المصاحب، وإذا المصاحب هذا بنى دولا جعلها على صغرها عملاقة باقتصادها. نقرأ الآتي: يعد غاز النفط مصدرا مهما للثروة، ينتج عن استخراج النفط، وهو الغاز الذي يضيع الآن بالاحتراق، والذي يمكن استغلاله بكميات وافرة لدعم الحركة الصناعية في العراق. وتقوم حكومة الجمهورية بوضع الخطط اللازمة لاستغلال هذا الغاز وتجهيز المشاريع الصناعية الحكومية به وتوزيعه على مركز الاستهلاكات الصناعية ومشاريع الإسكان الرئيسية. دليل الجمهورية العراقية 1960. تصوروا بعد 63 عاما من هذا التنبيه الرسمي يتجمهر العراقيون طوابير طوابير حاملين قناني الغاز فارغات، أما الصناعة التي جرى التفكير بدعمها فككت أدواتها، ولم يعد مصنع فتاح باشا ينتج البطانيات، ولا سامراء تنتج الأدوية، ولا البصرة الورقة، ولا كربلاء الدبس والمربيات، ولا منطقة المعامل الطابوق، فالاستيراد صار وفق العقيدة. تحت عنوان مر علينا انقلاب، والجابون هي حكومة أفريقية أخرى تقع تحت الحكم العسكري، إذ نشر صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا عده ديفيد بلينينغ وأيانو أديو، قالا فيه إن الاستحواذ الأخير على السلطة في غرب ووسط أفريقيا يكشف عن جرأة العسكريين الأفارقة. وقال الكاتبان أيضا إن الرئيس الجابوني علي بونغو بدأ مشتتا وهو ينظر إلى الكاميرا ويناشد المجتمع الدولي لمساعدته ضد الجنرالات أو القادة العسكريين الذين قاموا بآخر انقلاب في وسط وغرب أفريقيا. يأتي هذا الانقلاب العسكري في البلد الغني نسبيا بالنفط، ويصل فيه مستوى دخل الفرد اسميا إلى 8,800 دولار في عقاب انقلاب آخر في النيجر وهو البلد الأفقر. الدول التي شهدت انقلابات كلها مستعمرات فرنسية سابقة في غرب ووسط إفريقيا، وحدثت فيها 7 انقلابات خلال 3 أعوام، ويعطي الانقلاب الأخير صورة عن جرأة الجنرالات
وعجز القوى الخارجية عن التأثير على الأحداث، بحسب خلود خير مديرة كونفولنس أدفيزاري في السودان الذي يعيش حرباً بعد استيلاء العسكري على السلطة. ومثل النيجر فقد بدأ انقلاب الغابون من داخل القصر الرئاسي، مع أن الانقلاب الأخير مشابه لسيطرة العسكر في غينيا على السلطة عام 2021 كما يقول المحللون. فقد أطاح العسكر بالرئيس ألفا كوندي 83 عاماً بعد فوزه بدورة ثالثة في الانتخابات. ويقول المحللون إن الانقلابات في إفريقيا حظيت بشرعية مع فقدان الناس ثقتهم بالانتخابات والحكم الديمقراطي، حيث تعلم الحكام المنتخبون التلاعب بالنظام السياسي. ففي زيمبابوي كان إيمرسون مانينغو آخر قادة دول توصف بالديمقراطية، ويفوز بجولة انتخابية اتسمت بالتخويف والتجاوزات بقصد ضمان فوز الرئيس. ويقول إيدين كالو: هؤلاء الرجال يقومون باختطاف دول، وما هو الفرق بين انقلاب عسكري وانتخابات مزورة؟ ونقرأ مشاهدينا تقريراً في صحيفة القدس العربي بعنوان: الإدارة الأمريكية تمنع تصدير الرقائق الذكية المتقدمة إلى بعض الدول العربية. إذ منعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مبيعات بعض الرقائق الدقيقة الأكثر قيمة من شركة إلى الشرق الأوسط وسط إنفيديا، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن وصول الصين إلى موارد الذكاء الاصطناعي المهمة. إذ أمرت هذه الشركة، أمرت إدارة بايدن شركة إنفيديا التي تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار، والتي تعد من أكثر الشركات قيمة في العالم، بالحصول على إذن عند تصدير تلك الرقائق إلى دول معينة في المنطقة، وذلك في تصعيد لقيود الأمن القومي التي فرضها البيت الأبيض على أشباه الموصلات المتقدمة. يعتقد أن القيود هي امتداد للجهود الأمريكية لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي، والمصممة لمنع بيع الرقائق إلى البلاد والحد من روابط الشرق الأوسط بشركات الذكاء الاصطناعي الصينية. سبق للحكومة الأمريكية الإشارة إلى الإمارات العربية باعتبارها نقطة إعادة شحن محتملة تستخدمها روسيا للتهرب من العقوبات، وأجرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مناقشات مع الصين حول تعميق روابط الذكاء الاصطناعي، وقدمتا طلبات شراء لآلاف من رقائق إنفيديا. ويعتقد أن الباحثين الصينيين لهم تمثيل كبير في مؤسسة الأبحاث السعودية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست. وفي الوقت نفسه سبق للحكومة الأمريكية أن أشارت إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها نقطة إعادة شحن محتملة تستخدمها روسيا للتهرب من العقوبات، وفقاً لتقرير الغارديان. وقال أحد كبار المحامين التجاريين الأمريكيين إن القيود من المرجح أن تتخذ شكل خطاب مطلع من مكتب الصناعة والأمن الأمريكي، والذي يجبر الشركات الأمريكية على الحصول على الموافقة على التصدير إلى دول معينة أو عملاء معينين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. نبقى الآن مشاهدينا مع وقفة قصيرة للرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم
غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. شهدت العاصمة المغربية الرباط هذا الأسبوع عروضاً ضمن مسابقات بوريدا لرياضة الفروسية التقليدية المدرجة ضمن قوائم التراث الثقافي العالمي، وهي فن فروسية تقليدي معروف في المغرب يتمثل باستعراض الفرسان يحاكي معارك التحرير واحتفالات الانتصار، إذ تنطلق الخيول في سباق لنحو 100 متر ينتهي هذا السباق بإطلاق النار في الهواء. يواصل هواة الظواهر الفلكية نشر صورة لظهور القمر الأزرق العملاق للمرة الأخيرة قبل سنة 2037، وهي ظاهرة نادرة يكون فيها القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة. هذه الظاهرة ناجمة عن تحرك القمر على مسافة متوسطة تبلغ مئات الكيلومترات من الأرض ووجوده في مداره الإهليجيل الأقرب إلى الأرض، ما يجعله تالياً يبدو أكبر بنسبة 14%، على ما أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التي نظمت بثاً مباشراً لهذه الظاهرة على موقع يوتيوب في أثناء الليل. ويشير مصطلح القمر الأزرق إلى اكتمال القمر للمرة الثانية في غضون شهر واحد، وهي ظاهرة تحدث في المتوسط كل عامين ونصف العام، ولكن القمر الأزرق العملاق لا يظهر إلا كل 10 سنوات أو 20 سنة وفق ما شرحت وكالة ناسا، موضحة أن ظهوره الأخير يعود إلى شهر كانون الأول ديسمبر عام 2009، وأن التالي سيكون في شهر آذار مارس. قبل الختام مشاهدينا الكرام، فلنتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نوصل لشي 10 أيام عم مضطرين نعبي تعباية ونرجع نسحب، احنا ما في كهرباء لتطلع المي، بدي مضطر اعبي بالجلونات طلعوا على البيت، ما في كهرباء لتطلعوا بالمحرك. لازم نضوي على النقطة الصحيحية والنقطة الغلط الموجودة. نحن اليوم يفتقد آبار المي للكهرباء والتغذية بالطاقة، إذا ما تم عليها التغذية بالطاقة الكهربائية ما حنشوف مي ببيروت ولا بضواحيها، لا إن كان بالضاحية الشمالية ولا الشرقية ولا الغربية. المشكلة الأساسية يقع ويقبع في آبار المياه. التقنين يلي عم بيصير على المي هو من الكهرباء، لما ما تجي الكهرباء على آبار المي مهما حصل لو تقنين ساعة بأخر بضغط المي 12 ساعة. عملنا نحن إجراء حتى يقدر يحصل على
الديزل من المنشآت بيدفع بالليرة، مع العلم أنه نحن عندنا مشكلة بالمنشآت هي عدم إمكانية تحويل الليرة لدولار، فبتهدد هيدي استمرارية توريد الديزل من جديد، لأنه بيصير في ليرات ما فينا نحولها لدولار، محبوسين وين؟ في مصرف لبنان. لحد إشعار آخر ما في أي بلاغ من مصرف لبنان بالنسبة لموضوع تحويل الليرات لدولار. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام من الرافدين، لكم التحية.